لكل أمة معالم مميزة تجسدها شخوص أو أحداث أو أيام تعطيها طابعها الخاص، والأمة العربية والإسلامية أمة رمضانية بامتياز، فتاريخها العريق يسجل لها في رمضان أياماً لا تنسى، أيام مليئة بالخير والعلم والتضحية والنصر، ولا يكاد المرء يولي وجهه شطر بلد عربي أو إسلامي إلا ويجد فيه رصيداً من الذكريات الطيبة مع الشهر الفضيل. في الثامن من شهر رمضان المبارك من عام 1374 من الهجرة، الموافق للثلاثين من إبريل عام 1955 من الميلاد، كانت الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي على موعد مع نقلة نوعية في عملها. ففي ذلك اليوم بدأت فرنسا تستشعر الخطر على وجودها في الجزائر، حيث أخذ الثوار يوجهون لجنودها ضربات موجعة اضطرتها إلى إعلان الطوارئ في الجزائر في ذلك اليوم وزيادة وتيرة عنفها وتوحشها ضد الثورة. نعود إلى بداية القصة في عام 1830 من الميلاد لنقف على الأسباب المباشرة لهذا الصراع الدموي الذي حشدت له فرنسا حوالي 40,000 جندي و503 سفن حربية و3,000 مدفع، لنجدها تنحصر في سبب واحد هو حادث المروحة الشهيرة. حين انتهى حوار ودي بين الداي حسين حاكم الجزائر وقنصل فرنسا في الجزائر إلى نقاش غاضب، ختمه الحاكم بلطمة على وجه القنصل بكشاشة الذباب المروحة، فاعتبرت فرنسا الحادث إهانة لها وطلبت اعتذار الحاكم فرفض. كان هذا الرفض ذريعة فرنسا لإعلان الحرب على الجزائر واحتلالها لما يزيد عن 130 عاما. أما الأسباب الحقيقية لهذا الاحتلال فأهمها محاولة استعادة الإمبراطورية التي فقدت الكثير من مستعمراتها في حروب نابليون، وكذلك الرغبة في إيقاف موجات الهجرة العربية من شمال إفريقيا باتجاه فرنسا وأوروبا بشكل عام. منذ أن دخل الفرنسيون الجزائر لم تهدأ المقاومة يوماً واحداً، ولم يشعر المحتلون بالأمان، حتى قامت الثورة الجزائرية الكبرى في ليلة الرابع من ربيع الأول عام 1374 من الهجرة، الموافق الأول من نوفمبر عام 1954 من الميلاد. يوماً بعد يوم زادت حدة المقاومة الجزائرية، وأكسبتها عدالة قضيتها تعاطفاً دولياً واسعاً ودعماً من الدول العربية وعلى رأسها مصر التي آوت الحكومة الجزائرية في القاهرة وأمدت الثوار بالمعونات المادية والمعنوية، مما جعل فرنسا ترحب بالمشاركة في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وتزيد من إجراءاتها القمعية ضد الثوار ومساعديهم في الداخل والخارج، وتدفع بأكثر من 500,000 جندي إلى أرض المعركة. رغم القمع والعنف الشديدين، فقد استمرت الثورة وامتدت لتطال كل بيت في الجزائر، حتى كان الاستقلال وخروج المحتل في 25 من محرم عام 1382 من الهجرة، الموافق 27 من يونيو عام 1962، بعد أن دفع أهلها ثمناً غالياً تمثل في أكثر من 1.5 مليون شهيد، فضلاً عن مئات الآلاف من الجرحى والمشوهين.